صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من إذاعة الديوان. اجتماعا حاسما سينعقد اليوم بين أصحاب المقاهي ووزارة التجارة ممثلة في شخص محمد العيفة مدير عام المنافسة والأبحاث للتباحث والحسم نهائيا في ملف التحرير الكلي والنهائي لأسعار المشروبات الساخنة، أي جميع أصناف القهوة التي يتم بيعها للعموم. وزارة الشؤون الدينية أعلنت في بلاغ لها أن تسعيرة الحج بالنسبة إلى موسم الحج لسنة 35 و400 ألف هجري الموافق لأربع عشرة وألفين ميلادي حددت بسبعة آلاف وسبعمائة وثلاثين دينارا للحاج الواحد. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الإفراج عن السويسري الذي نسبت إليه الأسبوع الماضي تهمة تصوير منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو بحي الزهور بالقصرين، وذلك لعدم ثبوت التهمة وعدم وجود أدلة على إدانته. أعضاء المكتب المحلي لحركة نداء تونس بأوتيك من ولاية بنزرت المكون من 620 منخرطا قدموا استقالة جماعية تنديدا بسياسة التهميش حسب تعبير المنسق المحلي لنداء تونس بأوتيك لطفي الفرجاني. رئيس مدير عام شركة الخدمات الوطنية والإقامات محمد بوجميل أعلن أن أول رحلة نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 13 من سبتمبر القادم، فيما ستصل مدة إقامة الحجيج إلى 27 يوما. مكتب المجلس الوطني التأسيسي نبه المجتمع برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى ضرورة الانضباط وحضور جلسة مناقشة قانون مكافحة الإرهاب بعد حضور 61 نائبا فقط لجلسة المناقشة من جملة 217 نائبا. قرية اللغات انطلقت بفضاءات كلية العلوم بالمنستير التي تنظمها إدارة التكوين مستمر بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير على أن يتواصل عمل القرية إلى غاية 16 من أوت الجاري. في الأخبار العالمية، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتزعمه عبد الملك دروكدال زود الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق داعش بمقاتلين مدججين بالسلاح للرد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على معاقل الجهاديين في العراق. رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نوري المالكي انتقد تكليف حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، معتبرا أنه المرشح الشرعي الوحيد لتشكيل الحكومة. في أول تصريح له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان بأن يكون رئيسا لسبعة وسبعين مليون تركي وليس لمن صوت له فقط. بمناسبة فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية ومن الجولة الأولى، تقدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتهنئة لأردوغان. هذا وأعلن الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وموقع حزب الحرية والعدالة أن مكتب الرئيس المصري الشرعي المعزول محمد مرسي قد هنأ رئيس تركيا المنتخب رجب طيب أردوغان. في الرياضة العالمية، كارلو تافيكو انتخب رئيسا جديدا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم رغم الجدل الذي أثاره الشهر الماضي عندما وصف اللاعبين الأفارقة بأنهم أكلت الموزة. هذه الأخبار قدمها لكم حمزة بن رجب من إذاعة الديوان من صفاقس. نلتقي في مواعيد أخبارية قادمة. في أمان الله.